أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العرش العظيم وهو العليم الحكيم. نصلي ونسلم على رسوله الكريم. كتاب سورة التوبة سورة التوبة مكسورة 193 Suratul Taubah muka surat 193 ayat 38. Ayat 98 ni berkenaan dengan ayat hijrah lah. Tema kita ayat hijrah. Silakan share. Persilakan share. Yes, agar ramai lagi mendapat manfaat daripada kelas kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم
ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله
خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillah. Tengah naik sikit. Ya ayyuhalladzina
tiup tak apalah. Ya ayyuhal ladzina amanu ma lakum idza qila lakum nfiru. Ya ayyuhal ladzina amanu ma lakum idza ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا بعدها جوا كه أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة sebab أرضيتم adakah kamu redha kan? Jadi soalan kan? Jadi ujung tu dia punya sebuah soalan sikit lah. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qali. Fama mata'ul hayati dunya dak fama mata'ul hayati dunya fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil tu sekali. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
Bisusu, biar nampak susu. Lati. Fama mata'ul hayati dunya. Hayati itu bawah. Fama mata'ul hayati. Hayati biar bawah itu supaya dunia itu comel naik. Fama mata'ul hayati dunia. Tidak bawah sikit. Hayati. 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 Ya dia sorok ni biar dia ada naik turun. Fama mata'ul hayati hayati dunya. Fama mata'ul hayati hayati hayati. Boleh tak? Dan dunia naik. Betul dah hayati okey dah. Cuma nak witurung. Fama mata'ul hayati dunia. Fama mata'ul hayati dunia. ويستبدل
شَيْئًا oh, tak berat. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا itu orang sikit. وَلَا تَضُرُّهُ ruh tu apa bapak? والله على كل شيء قدير والله tak buka والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير berarti والله على كل شيء قدير الله على كل والله على كل شيء إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ أخرجه الذين كفروا
tidak dia nakal tersahib ghar il akhrajul ladzina kafaru thaniyan إنفروا خفافا
قتالا وجاهدوا انفروا خفافا وثقالا tango infiru khifafan wa thiqalan baca mula dah. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. لو كان
لاتبعوك وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 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 وسيحلفون بالله وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم وسيحلفون بالله الذين يؤمنون بالله
والله عليم بالمتقين. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. إنما يستأذنك وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فثبطهم وقيل اقعدوا مع لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم لو خرجوا
لو خرجوا فيكم وَإِنَّ جَهَنَّمَ
ayat 38. Nak wakaf ni apa? Nak mana wakaf? Wakaf tu mana? Ha, boleh. Satu sembilan puluh tiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات 38 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله قال الدين قد أدفت تفيروا يا ولا تضره شيئا
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين What?
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله kita masa mengaji dengan ustaz mula ustaz ni dulu. Biasa jadi ginilah. Biasa ngaji dua je orang. Kita giat. Kita gitu bismillah. Masa tu gapo dah lah. Sudah musabaq eh. Sudah baca bismillah pada pukul 11 dua je ngaji sorang. Dua je orang. Engkau tak ada orang? Boleh eh. Boleh dua je. Lepas dua je sudah dua je minum air. Sampai 11:30. Kita ngaji dua je. 9 sampai 11. Baca 7 lagu lah. Tapi dia detik lah. Tadi kita detik-detik sampai 3 lagu. Pada tu kita lepas lah. Kalau detik dua je juga. Lepas tu, sudah minum air. 11:30 nak kelih. Okey, mari. Sudah ke 12 juga. Sudah setengah malam juga. Pas kala. Ada cerita gitu. Sudah tu minum air dulu. Minum air gapo. Air apa pula? Nak beli lah, air apa? Baju juga tu pun. Sejak mula. Ramah apa pula? Oh, ya. Dua jam tu satu surah. Oh, lah. Kata-kata, Kak. Satu surah, biasa dengan ngaji dua je. Kadang-kadang dulu masuk ke sabakoh ya. Dua je solagu. Oh solagu. Oh solagu. Biro boleh betul. Dite. Ngaji dite. Kau tak ada dite juga lah. Oh iya lah. Tak ada orang itu dite selalu. Oh. Ada orang tak ada. Tak apalah. Kalau orang ada tak ada. Okey sila sila. Tapi ustaz ni dulu dia kalau hak jenis orang ditiri kalau musabaqah eh masa dia muda kita start pukul 9 start awal sama sudah pukul 3 pagi tiga orang ya sejak lagi oh sejak apa sejak lebih orang eh kalau waktu tak ada wakil-wakil lah. Ambo giawa boleh baca sama. Ambo giawa eh. Orang lain tak apa lagi. Dia dia tu tunggu ke rumah dia. Selamat baca sama. Thank you.
fisabilillah. Tak apalah. Malakum tak apa, siapa apa ya lebih baik. Malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah thaqaltum ila al-ard. الذين كفروا
Dah dari sebenarnya. Dia masuk dah hijah, jadi kita ikut je lah. Cuma kita betul je lah. Il-akhrajahul ladhina kafaru thaniyathnaini idhuma لا تحزن إن الله معنا وجعل كلمة الذين كفروا وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى طبعا يا معنى اللي تقول بزاف صعب ده وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وأيده بجنود لم تروها وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
وجاهدوا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق صدق الله العظيم.